نهاركم زين، نهاركم فل. الناس الكل اللي شادين ثنية، اللي خارجين قاصدين ربي باش يمشيوا يعملوا تدورة ودوليشة وقضية. تتسويت أسعار الخضرة والغلة والدواجن مع لطف الرياحي بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. شهية تدعم المقدرة الشرائية للعائلة التونسية بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية تقدم لكم بون مارشي. سيلو تشريحي، صباح النور، مرحبا مباشرة من أريانا. أسعار الخضرة والغلة شنحوالها غادي كفي أريانا؟ صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك وتحية لفريق العمل معاك. الله يخليك، عيشك. من أريانا نبدأ بالخضروات، المعدنوس 500، الفلفل الحلو قعد غالي وديما في نسق بالغلاء نتاعو 4400، الفلفل الحار كيف كيف، البطاطا 1980، الطماطم 2500، البصل الربع 1500، الكرنب 500، جلبانة 5400 غالية، الفول 2500. علاش الجلبانة غالية؟ ما فماش برشا ولا مش وقتها سي لطفي؟ جلبانة غالية وقتها دونك موجودة لكن غالية، 5400 صراحة غالية برش. وهي اللي تطلع في كلفة القفة نتاع إذا كان باش تعمل دبارة أنت جلبانة، معناتها باش تاخذ سماح والله العظيم إلا كليتها. كلف لك برشا 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 الحقيقة. كمل لي سيدي. الفول 2500 غالي زاد، البسباس 1300، السفنارية 1300، اللفت 1400، السلق 500، القنارية 1800، وهنا نمشيو للحوم. اللحوم زاد كيف كيف نسق نتاع الحمل العلوش قاعد في نسق نتاعو ب 39 دينار، الحمل البقري هبره 35 دينار، الدواجن اللي قاعده محافظه على السعر نتاعها 8700 بالنسبه للدجاج الطبخ، والسكالوب 18300 بالنسبه للعظم، البيض 14 دينار 480. طيب بالنسبه للاسماك، السردينة غالية ب 7000، الغزال 10800، المرجان 12000، التريليا 15000، بالنسبة للشورو 7000. هذه أهم الأسعار بالنسبة للسوق المركزي بتاع ريانا. الدقلة 3500، الدقلة فروعة 11000، التفاح 4500 لكن الجودة متاحة فيها وعليها، القارص غالي 5600، الفراولو بين 6 و 7000، الكليمونتين 2500، البرتقال تامسون 5000، المالتي 17100، البرتقال مسكي 3000. هذه بأسلوب برقي أهم الأسعار تاع الخضرة والغلة مارشيريان. أنا تعرفش نخمم يا سي لطفي أنت تحكي، قاعد نخمم شنو اللي واحد ينجم يكومبوزي ويعلم ربي بحاله في الظرف الصعيب هذايا. خمم ذول اللي بانت لي كان شوية برودو وتريف شور أو كأمة برودو، ما أنا حطه غديك في الماء يغلي على روحه وخود البرودو وشوية شور وكهو، ما أنا براتيك مو الأسعار، ولا ناخذ معه تريف دجاج ونطيبوه بيه البرودو والباقي نعمل شوية بروتين. ولا العظيم والله، معناها الحقيقة مسكين بو العائلة وما هذا وين ماشيين. نشكرك برشا يا سي لطفي، الله يقدر الخير. اللي عنده زوج صغيرات حط كراو ديما مصروفهم الصباح، خاطر انت ما ينجموش اخي صغيرات نوكلوهم صباح وعشية برودو، ما هو لازمك عيبة يا غرت، يلزم شوية لمجة شوية حاجة. دونك هنا الكلفة تطلع، والقفة زينة بالحق صراحة غالية على التونسي، وربي يكون في عوننا وكاو هكا وربي يكون في العون. تقريبا سي لطفي كل عام نتابع معاك القفيفة متاع رمضان، هل في السنين هذه أعلى قفة وأغلى قفة هي قفة السنة؟ قفة السنة أغلى قفة، فما زيادة بين عامنا والسنة تقدر بين 10 و 15، في بعض المواد اللحم طلع دونك هو اللي هز نسبة متاع الارتفاع. عامنا وزادة كيف كيف أقل شوية في النسبة فيها 10-12. قاعدين في نظام السناء صراحة، معناتها أغلى قفة قفة السناء وقعدت أسباب، وهنا
يلزمنا نخدموا ياسا على الرقمنا نتاع مسالك التوزيع ونخدموا برشا على الاقتصاد الاجتماعي التضامني. راهنا شفنا سنوات وسنوات ما عندنا حتى حل. ديما الحكايه هي بيبقى ترجع في كل موسم استهلاكي كبير نلقاو ديما معناتها ديزاين ترميديير هم الوسطاء المتدخلين هم اللي يستحوذوا على اكبر بورسنتاج نتاع ربح في وسط العمليه التجاريه. وي نشكرك برشا بارك الله فيك على كل ما فتنا به. لطفي رياح يوميا تلقاه معنا في بوان مارشي. شهية قدمت لكم بوان مارشي بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية أحنا البنا. ولا احنا نواصل معكم بعد لحظات كالعادة. نرجعوا القفيفة متاع سيدي رمضان وإن شاء الله القفة توصل إلى مستحقيها. مع بعضنا نهزوا ذن القفة.